لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفصل 17، شبهات الخوارج المعاصرين. من شبهاتهم عدم التفريق بين كفر النوع وكفر العين، يعني الفعل قد يكون كفرا ولكن الفاعل لا يكون كافرا. فالواحد لو شاف واحد بيحلف بغير الله ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، او من نذر لغير الله فقد كفر، انه يكفر الشخص. فقد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، فلا يلحق الوعيد، زي مثلا قول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لو شفت واحد بيأكل أموال اليتامى ظلما لا تحكم عليه بالنار. ليه؟ لأنه قد يشفع فيه، يعني شفيع مطاع، قد يبتلى بمصائب مكفرة، قد تكون له حسنة يعني عظيمة، زي حاطب بن أبي بلتعة لما قال لما أرسل كتابا لأهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا في المصطلح المعاصر خيانة عظمى أنه يخبر أعداء الدولة ببعض أسرار الدولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فشفع له شهود يعني بدر. فمش كل من فعل الفعل الكفري يصير به كافرا، لأن قد يكون جاهلا بحكمه، قد يكون متأولا، قد يكون ضعيف العقل، قد يكون مكرها، قد يكون يعني في عذر يمنع من الحكم عليه بالإيه، بالكفر. الأمر الثاني التكفير على قاعدة الأصل في الناس الكفر، يعني واحد يعني يخش بلاد المسلمين ويحكم على الناس كلها بالكفر، لابد كل واحد يثبت يعني خلاف ذلك ان هو ايه يعني مسلم. تكفير على قاعدة الاصل في الناس الكفر دون التفريق بين من وجد في بلاد المسلمين وبلاد الكافرين. طبعا لو هو في يعني في اوروبا او في امريكا بلاد الكفار ماشي يعني، ولكن لو في بلاد المسلمين يعني الاصل الاسلام، ولا يلاقيش واحد داخل المسجد ويقول ده كافر لازم يثبت له ان هو داخل يصلي. فيقول التكفير على قاعده الاصل في الناس الكفر دون التفريق بين من وجد في بلاد المسلمين وبلاد الكافرين، وبين من يظهر شعائر الاسلام وبين من لا يظهرها. قابلت واحد في الحج لا يمكن تحكم عليه بالكفر لانه في الحج. واحد في المسجد، واحد يعني بيؤذن، فالاصل فيه من يعيش في بلاد المسلمين او يظهر شعيره من شعائر الاسلام، الاسلام لا الكفر، عكس بلاد الكفر. فالخوارج لانهم سفهاء الاحلام لا يفرقون، وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا. القى اليكم السلام يعني بيظهر شعائر الاسلام، واحد يقول لك السلام عليكم يعني اكيد هو مسلم. فهم التكفير بياخذوا الايه ويعكسوها، اللي هو بتوع التوقف والتبين، يقول لك فربنا الف تبينوا يعني ايه؟ يعني ما تدوش حكم الاسلام يعني، بالعكس ده هنا بيقول ايه؟ ما تحكمش عليه بالكفر. ولا تقول لمن القى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا. فالاصل هو مسلم. وقد حكي ان جماعه من التكفيريين لقوا جماعه من الشباب فسالوهم عن دينهم فقالوا مسلمين، فسالوهم عن عدد ركعات الصلوات الخمس فاخطاوا فقتلوهم. طبعا قد يجهل يعني، قد يكون مسلم ولكن يجهل، او قد يكون من الرعب والخوف يعني ما اجابش الاجابه الا الصحيحه. وبعدين هل هو كل كافر يقتل؟ لا يعني مش في هل هو ذمي؟ هل هو معاهد؟ هل هو محارب؟ لابد من التفريق. هل في قتل مصلحه؟ يعني عبد الله بن ابي بن سلول لما يعني كثر منه الغدر والصحابه استاذنوا في قتله فقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لانه في الظاهر منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع انه مش معدود من الصحابه، ولكن يعني هو في الظاهر يعني مع الصحابه في وسط الصحابه يعني، اما نفاقه مثلا هذا في القلب. فهم التكفيريين ما بيفرقوش بقى، ما فيش حاجه اسمها مصالح مفاسد، ما فيش حاجه اسمها ان
هم يحكموا عليه بالايه بال انه هو بي بي بيقتل دون اي مش اي كافر يقتل يعني. من شبهتهم انهم لا يفرقون بين الكافرين ويستحلون دماءهم جميعا دون التفات الى المصالح والمفاسد. وذكرنا قصة ثمامة بن أثال اللي هو شاعر بني حنيفة اللي كان بي يعني يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأسراه المسلمون وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني واحد يعني يطالبون بدمه، وإن تمنن تمنن على شاكر، إن أطلقت صراحي يعني أكون يعني شاكرا، وإن تسأل المال فسأل منه ما شئت. فيتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويجي تاني يوم ما عندك يا ثمامة. فثلاث أيام وينشوف يعني الفقه يعني حتى يرى المسلمين هم يصلون وحتى يرغب في الإسلام ويحس بحلاوة الإسلام. ففي اليوم الثالث يعني قال أطلقوا ثمامة، فذهب واغتسل وشاهد شهادة الحق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان دينك يعني أبغض أديان إلي وقد صار أحب الأديان إلي، وكانت بلادك أبغض البلاد إلي فصرت أحب البلاد إلي، وكنت يعني أبغض الناس إلي فصرت أحب الناس إلي. فده الفقه يعني. يعني للأسف التكفيرين هؤلاء لم يدرسوا السيرة النبوية ولا الهدي النبوي المبارك في الدعوة إلى الله عز وجل، فهم لا يفرقون بين المسلم الذمي والمعاهد والحربي. من شبهاتهم عدم التفريق بين المولاة الكفرية والمولاة غير الكفرية، وكذا الأمور التي ليست من المولاة أصلا بل هي من المدراء أو ما هو قائم على المنافع المشتركة. الواحد لو اشترى من نصراني أو باعله أو عمله أي معاملة دنيوية فهذه قائمة على المنافع، أنت مش بتشتري منه عشان بتحبه، أنت هو عنده سلعة وأنت محتاجها، فهذه ليس من الولاء. وإن كان الأولى أنه يشتري من المسلم يعني نفع المسلم، ولكن لو فعل ذلك فليس في ذلك مولاة. فالمولاة الكفرية الفرار من جيش الإسلام وانضمام لجيش الكفر في ساعة القتال، دي مولاة كفرية. واحد عند التحام الجيوش ترك جيش الإسلام وانضم لجيش الكفر، دي رد على الإسلام. والاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم بأعيادهم مولاة لهم، ولكن هل هي تخرج من الملة؟ لا تخرج من الملة، فهي مولاة ولكنها لا تخرج من ملة الإسلام. أما التعامل مع الكافرين بالبيع والشراء والمضاربة وغير ذلك فليس من مولاة أصلا، لأن ذلك من المنافع المشتركة، منافع دنيوية. فالمسلم الذي يشتري من الكافر فالمسلم الذي يشتري من الكافر يعني لا يشتري من الكافر يعني حبا له أو نصة له، ولكنه يحتاج إلى السلعة التي يبيعها وقد لا يجدها عند أخيه المسلم أو يجدها بثمن أغلى، فهذه المعاملات الدنيوية ليست من المولاة المحرمة، فضلا عن أن تكون رد عن الإسلام. من شبهاتهم تكفير من لم يبايع إمامهم. طبعا لو كل 50 واحد بايعوا إمام وكفروا كل الناس الذي لا يبايعوا الإمام. وطبعا الإمام اللي هو المراد يعني الإمام المعلن اللي له شوكة ودخل الناس يعني في طاعته، ولكن إن كل جماعة تبايع إمامه في السر وتكفر من لم يبيعه يعني هذا يعني ليس من الإسلام. من شبهتهم تكفير من لم يبايع إمامهم، وهذا الإمام الذي تجب مبايعته ويحرم الخروج عليه هو الإمام المعلن ذو الشوكة ومعه جماعة المؤمنين، بخلاف هذه الجماعات الخاصة التي تجتمع على فكر خاص وفهم خاص بغض النظر عن كونهم على حق أو باطل. فمثل هذا الإمام لا يجوز مبايعته أصلا، لأن ده تفريق للأمة، أن كل شوية هيبايعوا إمام. بل لو بايع الناس إماما وخرج إمام آخر ليبايع يقتل هذا الإمام الثاني لأنه يشق عصر المسلمين. فمثل هذا لا يجوز مبايعته فضلا عن وجوب مبايعته أو تكفير من لم يبايعه. من شبهتهم استعمال قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهو بيكفر باجتهاد خاطئ. يقول لك ده بيوالي الكفار، ده كفروا كل جيوش المسلمين، يكفرون من يرشح نفسه ومن ينتخب ويعتبر دول كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر، فظلمات بعضها فوق بعض. المراد من لم يكفر الكافر يعني كفر أصلي مجمع عليه مش مختلف فيه زي اليهود والنصارى مثلا.
فهم بهذه القاعدة يكفرون من لم يكفرونه باجتهاد خاطئ. فالمراد بالكافر في القاعدة الكافر الأصلي الذي لا يختلف في كفره كاليهود والنصارى والمجوس، والعلة في ذلك أن القرآن والسنة الصحيح على كفرهم، فمن لم يكفرهم فقد رد حكم الكتاب والسنة. أما المسائل المختلف فيها أو يكفرون من لم يفهموا قضايا من قبل من لم يفهموا قضايا الكفر والإيمان فلا يجوز يعني ذلك، وهذا من الجهل والبغي. فهم يجعلون هذه القاعدة كالسيف المسلط على المسلمين حتى يكفروا من يكفرونهم جهلا منهم لأنهم سفهاء الأحلام. من شبهاتهم أيضا في التكفير، التكفير بالنصوص محتملة الدلالة، فمن ذهب إلى تكفير فاعل كبير قد استدل بنصوص يمكن أن تفهم على ضوء نصوص أخرى، لأن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن نصوص شرعية أخرى في نفس الباب، بقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وذكرنا أن العلماء قالوا السيئة التي تحيط بصاحبها هي الكفر، مش كل سيئة بتحيط يعني، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهذه السيئة يحتمل أن توجب الكفر أو لا توجب الكفر، لكن دلت نصوص أخرى على أن ما دون الكفر يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزنا والسرقة وشرب الخمر هذه كبائر، ولكن لا تحيط بصاحبها إذا كان يعترف بأنها معاصٍ لا يستحله، ولكن لو استحل الكبيرة فهو تحيط به يعني سيئات ويصير يعني كافرا. فلا يجوز التكفير بالنصوص المحتملة الدلالة. ومن شبهاتهم التكفير بالأقوال أو الأعمال محتملة الدلالة دون النظر إلى قصد فاعلها، قصد قائلها أو فاعلها، كما يكفر الدواعش من أسر من قبل الأمريكان ثم أطلق سراحه، بيقولوا هو أكيد ما أطلقوش سراحه إلا لأنه صار موليا لهم فيكفرونهم، يمكن هو فلت منهم، يمكن هم يعني صعب عليهم تركوه، يعني في أسباب أخرى، يعني مش شرط أنه يكون موليا لهم، فهم يكفرون من أطلق سراحه بعد الأسر. فقد يكون أطلق سراحه لأنه صار موليا لهم، وقد يكون بسبب آخر. وعلى أي حال ضع الحدود بالشبهات، يعني مش الأصل أنك تكفر، يعني بالعكس أن تطأ الشبهة لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في الإيه في العقوبة. وقد يكون بسبب آخر، فالفعل أو القول المحتمل للكفر أو غيره لا يجوز التكفير به، لأن التكفير نقل عن يقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين. يعني الواحد يعني لو شك في الطلاة ويصلي فلا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أن هو طاهر بيقين، متأكد أنه توضأ مثلا، فلا يخرج من الصلاة حتى يتيقن فعلا هو أحدث. فلا يزول اليقين بالشك أو الاحتمال، ولا يجوز التكفير إلا بدليل أوضح من شمس النهار. التاسع اعتبار السكوت عن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله مستلزم للرضا بحكمه. فهم بيكفرون أو يكفروا عوام الناس، يقولوا أنت راضين عشان ساكتين، طبعا ممكن ساكتين عجز، ممكن ساكتين مثلا يعني لسبب آخر، ولكن الرضا ده أمر قلبي، وطبعا الرضا بالكفر كفر، وهم زيهم زينا برضو ما عملوش حاجة، بس هم يكفرون، ولكن هم إيه كأنهم يعني براء من ذلك. يعني اعتبار السكوت عن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله مستلزم للرضا بحكمه دون اعتبار الاستضعاف وعدم القدرة على تغيير المنكر، ممكن ساكت عشان مش قادر أغير. فهم يكفرون الحاكم دون اعتبار بأقسام من يحكم بغير ما أنزل الله، هل هو مستحل أو معتقد أن حكم الأحكام الوضعية أفضل من حكم الله أو تساوي حكم الله أو يجوز التحاكم إليها، أو أنه أيضا يعني مقهور أو يعني غير قادر على أن يحكم بشرع الله عز وجل. فدون اعتبار بأقسام من يحكم بغير ما أنزل الله، ودون اعتبار ب
بسكوت المحكومين هل هو عن رضا بغير أحكام الله أو عدم القدرة على تغيير الحكم أو اعتبار المصالح المفاسد في الخروج عليه؟ أن لو خرج تسفك دماء وتنتاك أعراض والناس تتسجل والناس تقتل دون مصلحة، ويبقى نفس الإيه المفسدة، فيكون الخروج يعني نوع من الإيه من المنكر لأنه يترتب عليه منكر أكبر. 10 تكفير من يشارك في الانتخابات عموما مع اختلاف العلماء في المشاركة في المجالس النيابية، وهل هي من أمور العقيدة أو من قبل دفع المفاسد وجلب المصالح؟ وعلى كل حال في المسألة الاجتهادية لا يجوز تكفير من يخالف فيها، العلماء نفسهم يعني مختلفون يعني فيها، ولكن في الشك أن الدعوة بتشارك يعني من أجل تكثير المصالح وتقليل المفاسد. من شبهتهم التكفير بالمآل أو بلازم القول، فالسلف لم يكفروا من قال بخلق القرآن، يعني كان الإمام أحمد ويعذب يقول له يا أمير المؤمنين، مع أنه يقول بخلق القرآن، مع أن القول بخلق القرآن يقولون كفر، لأن لو قلنا القرآن مخلوق إما أن يكون مخلوقا يعني في ذات الله عز وجل فيجعل ذات الله عز وجل لمحل المخلوقات، أو مخلوقا في غيره فيكون كلام ذلك الغير، أو يكون منفصلا فيكون إنكارا للقرآن، لأن مفيش كلام يعني بدون يعني متكلم. فالقول خلق القرآن لا يخلو من ثلاث احتمالات كلها كفر، ومع ذلك العلماء لم يكفروا من قال بخلق القرآن لأن هذا كفر بالمآل أو بلازم القول. الثاني عشر يقول التكفير بالشبهة والظن، ولئن نخطئ في العقوبة خير من أن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة، ولأن نحكم على 1000 شخص بأنه مسلم أو كافر خير من أن نحكم على شخص واحد بأنه كافر أو مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما، يعني بهذا الوصف. 13 لا يجوز التكفير في المسائل العلمية، قال شيخ الإسلام ولا يجوز تكفير المسلم بالذنب فعله ولا بخطأ إن أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، ثم ذكر عدم تكفير الصحابة الخوارج، ثم قال وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أن مع أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلطة فيها من هو أعلى منهم؟ فلا يحق لأحد من هذه الطوائف أن نكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيه بدعة محققة. 14 لا يجوز التكفير بالجملة، تقولش الجيش كلهم كفار وكل المجلس الشعب كلهم كفار والانتخابهم كفار، لا يجوز التكفير بالجملة، أو تقول الشيعة كلهم كفار، تقول من اعتقد كذا وكذا فهو كافر، ممكن واحد عنده تشيع يسير بيفضل يعني علي على عثمان مثلا، أو واحد صوفي بس عنده صوفية يعني مشغلوه في التصوف، يعني لا يجوز التكفير بالجملة كمن يكفر كل حكام المسلمين وكل الجيوش في البلاد التي تنتسب إلى الإسلام وكل من يذهب إلى صديق الانتخابات وكل من يسكت عن الحكام والمبدلين للشرع، لأن كل واحد له ظروفه، وقد يتوفر في شخص موانع التكفير ما لا يتوفر في الآخر، فالتكفير بالجملة لا يجوز. والآن التكفير ده يعني حكم قاضي، القاضي بيجيب اللي وقع في فعل كفري أو قال كلاما يحتمل كفر يقول له لماذا قلت كذا فيدافع عن نفسه، فقد يحكم بكفره وقد لا يحكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.